رايك ايه؟ هو في كده صراحه حاجه ما اقدرش عشان اجوزها اكيد انا بايظ وحايز بيها، بس فعلا من 10 وتيجي ترجع بالعافيه. بس اللي بيحصل قدامكم عشان تعرف تلعب كده قدامكم، انا بشوفها وهي نايمه قليل وتصحى تروح الجيم وتخلص تروح السكواش وتخلص تطلع انا مش عارف ايه، غير ان هي تاخد بالها من طفله، غير طبعا ان هي زوجه وبيت لاهلها. يعني بص انا ما اعرفش هي بتعملها ازاي بصراحه، فحاجه انا فخور بيها جدا ان انا اقدر، وبتخليني غصب عني مبسوط في نفسي لما اصحى اليوم انا مش قادر تعبان او كده، حاسس يعني انا تعبان وانا ماليش تمرين وكم حاجه بساعدها فيها مع الطفله وهي بتعمل كل ده، فده بيشجعني. فاحسن احساس ان انت عايش مع حد بينسباير كل يوم. تمام، شكرا، يلا بينا.